أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة كل شيء مسخر لنا في هذا الكون بفضل الله تبارك وتعالى. هذا لقاء جديد من برنامج آيات للموقنين. قال الله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نتأمل فيها عجائب الجبال. الحقيقة الجبال بمثابة كائنات حية، ليست جامدة وليست كائنات غبية، بل هي كائنات يمكن أن نسميها كائنات ذكية. هذه الجبال أيضا سخرها الله تبارك وتعالى لنا، سبحان الله. إنها كائنات ذكية، وربما تعجبون من ذلك أيضا، وكائنات حية تتحرك وتمر ولها دورة حياة، وهي مهمة جدا للأرض. ولو اختفت الجبال من على الأرض لاضطربت الأرض وأصبحت خاربة مثل المريخ. في دراسة علمية حديثة تبين أن الجبال مهمة جدا لتشكل التربة ولدورة غاز الكربون في الجو، ثاني أكسيد الكربون. إذن هي مهمة جدا لاستمرار الحياة. ولكن هذه الجبال تتحرك. الحقيقة دعوني أتأمل ما كشفه العلماء حول أسرار الجبال. الجبل أيها الأحبة هو كتلة عظيمة جدا ترتفع في جبال الهيمالايا إلى أكثر من 8.8 كيلومتر. وهنا نرى أمامنا رسما لكرتنا الأرضية يوضح أن هذه القارات تتحرك وأن باطن الأرض ملتهب. انظروا، القشرة الأرضية رقيقة، ولكن تحت هذه القشرة هناك حمم منصهرة، هناك صخور ملتهبة تبلغ حرارتها آلاف الدرجات المئوية، هي التي تدفع وتحرك هذه القارات. انظروا كيف تحركت عبر ملايين السنين وتدفعها وتدفع معها الجبال. إذن الحقيقة اليقينية أن هذه الجبال تتحرك وتمر وليست ثابتة، وأن هذه الجبال لها أوتاد أيضا، سبحان الله. يعني الجبل لا يكون جامدا أو مرتفعا عن الأرض، بل له جذر عميق جدا. الدراسات تبين أن الجبل الذي يبلغ ارتفاعه مثلا 3 كيلومتر نجد 30 كيلومتر جذر يغوص في أعماق الأرض، لا يظهر منه إلا الجزء الصغير، ومعظم الجبل مخفي تحت الأرض. إذن أصبح لدينا حقيقتين: الجبال تتحرك كل سنة بمعدل مليمترات أو سنتيمترات أحيانا حسب نوع الجبل وموقعه، والجبال لها جذور عميقة جدا. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة أن هذه الجبال لها دور مهم في توازن الأرض. يعني لو أننا أخفينا هذه الجبال من الأرض لأصبحت الأرض مثل كوكب المريخ، كما يقول أحد الباحثين في دراسة حديثة
أجريت على الجبال وتبين أن الجبال مهمة جدا. هذه الجبال أيضا مهمة في نزول المطر، ومهمة في تصفية الماء وتنقية الماء. الله سبحانه وتعالى كيف أشار إلى كل هذه الحقائق؟ دعوني أتأمل معكم هذه الحقائق واحدة تلو الأخرى. آيات للموقنين. الإشارة إلى أهمية الجبال جاءت في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. إذن ألقى الله هذه الرواسي في الأرض لماذا؟ أن تميد بكم، أي لكي لا تميد وتميل وتضطرب وتهتز. وبالفعل القشرة الأرضية رقيقة جدا، وبالتالي تحتاج إلى مثبتات، يعني هذه الجبال بمثابة مثبتات القشرة الأرضية أثناء دورانها. الحقيقة الثانية يقول تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ربط بين الماء الفرات العذب وبين الجبال، وتبين أن هذه الجبال لها دور مهم في تنقية الماء أيضا، لذلك تجد أعذب الينابيع بالقرب من الجبال، سبحان الله. الحقيقة الثالثة حقيقة مرور الجبال وحركة الجبال. قال تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، أي ثابتة في مكانها، ولكن ما هي الحقيقة؟ وهي تمر مر السحاب، سبحان الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هذه الجبال أيها الأحبة التي يعني سخرها الله تبارك وتعالى لنا، كيف علم حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الجبال تمر مرورا وتتحرك؟ وكيف علم أن لها دور مهم في توازن الأرض أن تميد بكم؟ وكيف علم أن لها أوتاد؟ يعني تصوروا حتى الجبال الجليدية لها أوتاد أيضا، سبحان الله. تمتد عميقا في الماء. لذلك أحبتي في الله، والله إن الإنسان عندما يتأمل مثل هذه العجائب لا يملك إلا أن يقول: سبحان الله الذي سخر لنا هذا الكون وسخر هذه الجبال لتنقي لنا الماء ولتساعد على تشكل الغيوم، وأيضا هي مناظر جميلة نستمتع بها. وأخيرا أتذكر معكم قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أقرى العيون. أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا. مالك الأقدار ربي سامعون.